إن الله يحب المحسنين، إن أنت تكون محسن. يعني إيه محسن؟ إحسان في اللغة هو اختياره الأفضل، إن أنت تختار أحسن حاجة. أحسن حاجة، أنا لو جيت دلوقتي قلت لك قول لي ليك عربية ببلاش تختار إيه؟ تفتكر ممكن تكون الإجابة 128 موديل 72، ينفع حد يطلع يقول كده؟ هنعتبرها نكتة وهنضحك، صح؟ لأن أنا بقول لك عليك عربية ببلاش، يبقى أنت يقول لك يعني تخش في مكان كده يقول لك إيه؟ معاك ورقة فاضية، أه حدد لي فيها مرتبك. طب باشا فيش رينج يعني، يعني من الاخر كام؟ تمام، لا يقول لك حد اكتب بس مرتبك، اي يعني لحد كام اللي هتطلبه هتاخده، هتطلب ايه اعلى حاجه؟ اعلى حاجه ليه؟ عشان دي دنيا، فانا عايز فيها احسن حاجه، صح؟ طب اخره ربنا بيقول لك عاملها برضو زي ما انت بتعرف بتحب تتعامل في الدنيا، بل المفترض ان هو يكون ايه؟ أشد أحسن. الإحسان إنك تختار أحسن حاجة. اختار أحسن حاجة دي يعني من أول الصلاة إلى الصيام، لا تجعل يوم فطرك كيوم صومك، بس يوم صيامك أحسن. إن صلاتك، مع احترامنا الشديد طبعا لكل الناس، بس في الصلاة أنت نازل تقابل ربنا، خلي شكلك حلو وانت نازل تقابل ربنا، خليك مركز. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، صح؟ فانت بتقول الله اكبر والله عز وجل ينصب وجهه الى وجهك، فيبقى انت تبقى عامل ايه؟ مركز. انما كتير الله اكبر دي والله بيقولها وهو سرحان، اقسم بالله من الله اكبر، ويبدأ بعد كده في رحلة تستغرق الصلاة بالكامل. وليس من صلاة المرء، ليس للمرء من صلاته إلا ما إيه؟ ما عقل منها، اللي عقله منها وركز فيه، هو ده اللي اتكتب لك في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج رجل من الصلاة ولم يكتب عليه ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها. يا نهار ابيض، تقعد انت تصلي هو مش مكتوب لك الا ركعتين بس، ما هو من السرحان، ولا ربعها ولا تمنها، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرها. عشرها دي يعني ما كملتش ركعه، وانت مصلي 4 ركعات مع الامام وما جبتش ركعه واحده بس، بسبب ايه؟ بسبب السرحان. عشان كده ربنا بيقول لك واقيموا واقيموا الصلاه. عشان كده الناس تيجي تقول لك مش الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما بتنهاش والله. ايوه، ما انت هو انت دي صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ دي مش صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، انت لو بتصلي بجد هتنهى عن الفحشاء والمنكر.